مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. في البداية اسمحوا لي الأول أقول لإبراهيم طومان مخرجنا مخرج برنامجنا ومعنا في قناة الأهلي، كل سنة طيب يا إبراهيم، عقبال مليون سنة، ويعني ربنا يعيد عليك يا رب كل السعادة وكل أمنياتك تتحقق بإذن الله في السنة القادمة. وبنشكر طبعا زميلتنا الجميلة نهاوند لأن هي احتفلت بعيد ميلاده النهاردة وكانت لمسة لطيفة جدا. كل سنة وكل أصدقائنا اللي بيشوفونا من خلال قناة الأهلي لو موافق عيد ميلادهم مع عيد ميلاد إبراهيم النهاردة، كل سنة وحضراتكم طيبين عقبال مليون سنة. واسمحوا لي كمان أقول لأم إسلام كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة يا رب، وعقبال ما تشوفي أحفادك وتفرحي بيهم وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل وصفة لطيفة، هي وصفة الكرومب. الكرومب بما اننا في الاجواء الشتويه في ناس كتير بتحب محشي الكرومب. خليني اقول ايه، هو ليس المفضل بالنسبه لناس كتير قوي ولكن مفضل في الشتاء لانه بيدي كده شعور بالدفء وجميل، ولما بيتعمل صح بيبقى ليه تيست وطعم جميل مستوي حلو، وما بيبقاش زي ما بيقولوا ايه ناشف بيعضعض. في ناس بتشتكي، انا سمعت شكاوى كتير بيقولوا لي عايزينه مشطشط، هشطشطه لكم حالا، هيجيب محمد دلوقتي هريسه وهخليه لكم شطه نار. هنعمل ايه بقى؟ طبعا طرق السلق بتاعه الكرومب او اختيار الكرومب، طبعا محمد كتر الف خير ربنا يديله الصحه جاب لنا الكرومبه دي من الارض، يعني هو جابها اتقطعت وجاب وعملنا منها واحده وواحده ثانيه هنقطعها مع حضراتكم. ورقها بصوا معظمه جميل وابيض وجميل ازاي، شايفين الورق من جوه تتكلم عن نفسها حقيقي والله، بسم الله ما شاء الله الخير كله في يعني الأراضي الزراعية. الكرومب ده ليه بجد شهرة حول العالم كله حقيقي، لدرجة ان هو أصله من أوروبا، مش هتصدقوا حقيقي ليه شعبية هناك قوية جدا. قارة آسيا هي أكتر القارات اللي فيها بيتزرع الكرومب وبعدها قارة أوروبا، تخيلوا. فأكتر خمس دول بتنتج الكرومب ده الصين والهند وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية، دول أهم خمس دول. فشوفوا هو بسم الله ما شاء الله أساساً الكرومب روعة. طبعاً في كرومب السلطة بيستخدم كتير بس ده طعمه روعة، حتى لو استخدمته في السلطة مسكر سبحان الله. الكرومب بتاع الشتاء مختلف تماماً، عشان كده أنا بقول لحضراتكم بصوا بقى أنا هعمل إيه. هاخد كده الكرومبه دي، هي الطرق تختلف، يعني انا مثلا ندى حبيبتي وهي قاعده بتكلمني بتقول لي ايه شيف ايه ده احنا هنسلق الكرومبه على بعضها، يعني مش هنسلق ورقه ورقه؟ قلت لها والله يا نودي احنا هنجرب النهارده طريقه جديده كده من كتاب طبخ قديم. قالت لي بجد؟ قلت لها اه، قلت لها هنجرب كده مع بعض. فاحنا بنشيل الايه الجزء ده طبعا، ايه طبعا في ناس تحب تحافظ على الوزه اللي جوه، على فكره الوزه اللي جوه عارفينها اللي هي بتبقى القلب بتاع الكرومبه اللي حضراتكم بتشوفوه ده بيتحشي، يعني القلب ده بيتحشي وبيبقى تمام اهو، بصوا تبقى كده. انا عن نفسي بحب الوزه اللي جوه دي جدا، لازم تتحشي ورقه ورقه وتبقى كده وزه محطوطه في يسموها الوزه، مش عارفه هو ليها مصطلح تاني، لو اصدقائنا كلمونا دلوقتي يقولوا لنا. الميه دي ميه بتغلي، حطيت فيها كمون حب اهو، كمون حب، ليه ما حطيتش التاني؟ عشان ما يمررش، ودي بتمنع الغازات شويه والانتفاخات وبتخلي ريحه الورق بتاع الكرومب حلو. تعالوا بس نحطها كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزلها بالورد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كده داخل الورق، تاخد بس موقعها وهتلاقوا الدنيا بقت اجمل بكتير، ولو الميه زياده هننقصها عادي. بصوا لا هو ده كان ما ينفع برضو بس انا بنجزكم. ايوه وماله، احسن ناس احسن ناس، ربنا يبارك فيكم جميعا اهو. تنفع تحطوا ورقه ورقه، طبعا الورق ده ما بيترميش بيتسلق عادي. بصوا بس انا عايزه اوطي النار هنا، هم عاملينها لي دبل. الورقه بقى لما بتستوي بصوا انا هنا عامله الاخضر، الاخضر ده ما بسيبهوش، في ناس بتحبه بيتحشي، بصوا الورقه نظيفه ازاي وجميله من جوه، بصوا طبعا لازم نغسله الاول، هي مغسوله ومشطوفه عشان كده شويه تحسوها طريت. بصوا الورق، بنيجي بقى الورق بتاعنا، بصوا تتشال الورقه
بورقتها اهي، بتبقى الكرومبايه كلها موجوده وكلها بتتسلق في نفس الوقت، ورقه ورقه بتطلع بسهوله جدا، فبتسهل على ست البيت. ممكن بقى في الحاله دي ازود انا شويه ميه كده اهي، ميه سخنه بس خلاص. فدي طريقه تانيه لسلق الكرومب، ورقات الكرومب بشكل جميل. وطبعا العناقيد بتاعت الكرومب دي او عروق الكرومب دي بتتخلل، في ناس بتحبها قوي، فاحنا برضو هناخد منها العروق دي وهنعملها مع بعض. بصوا كده شايفين، شايفين الورقة؟ اهو تطلع ورقة ورقة زي انت شايف. هو بيقول لي هي شيف ما بتتعملش ورقة ورقة؟ قلت لهم ده اسهل، يعني اسهل شوي. معانا حنين. حنان اهلا وسهلا. الو عامله ايه؟ كيف عاملين؟ اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، اهلا وسهلا. ايه والله العظيم انت جميله قوي والله. يا رب سعيد قلبك يا حبيبتي، اسلميلي يا رب. والله واكلاتك جميله قوي. يا رب يبارك في عمرك حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وعايزه اقول الف مبروك للنادي الاهلي. حبيبتي الله يبارك في عمرك يا حبيبه قلبي. ممكن اسالك سؤال لو سمحتي؟ ايه اموري اتفضلي. عايزه طريقة بسكوت النشادر بس من غير بيض لو سمحتي. من غير بيض من عيني، هنزلها لك حالا، عينيا الاثنين. بس دلوقتي لو سمحتي. من عيني حالا، ندى نزلي لنا الاستاذه حنان طريقه البسكوت النشادر من غير بيض. شكرا ليكي يا حنان ولاتصالك ولمحبتك كمان. بصوا. شايفين؟ ايه سبايدر؟ حاسس ايه انت؟ احساس جميل ان انت تخلص في وقت قليل صح؟ ها؟ السرعة أصل إنجاز ست البيت دي إنها تقف تعمل، ممكن دي تبقى على مراحل، بس برضو والله الطريقة دي بتسهل كتير قوي يا جماعة. صح وأشيك؟ آه مش بتبهدل الدنيا كتير يعني. ماشي. عارفين زي ما بنعمل محشي البصل، مش إحنا مسكنا البصل قبل كده حطيناه وعملنا كده من الجنب شق وبعدين قلنا إيه؟ هي دي ممكن تبقى وزة برضو. شايفين دي؟ ممكن تنفع دي، دي تتحشي بتبقى حلوة قوي. أهي. أنا هحطها في المخلل. موافق انت صح؟ شكلها بطه؟ معلش هي وز عامله نفسها بطه. اه اهي الثانيه اهي. شايفين ازاي؟ دي بقى الايه؟ الورقات اللي احنا اتفقنا عليهم، شايفين بقى اسرع طريقه؟ اه دي وقعت معلش هنشيلها حالي، اسرع طريقه في التاريخ. طريقه سريعه جدا ما شاء الله، والورق مش بيتهري. اهم حاجه رشه الكمون الحب، عشان في ناس بتزود الكمون فبتبقى حرام ممرره معاهم. خلاص انا دي شايفين ازاي، خلاص دي تقريبا كده كلها على بعضها تمام. احطها بقى هنا، والحوالقات الصغننين دول انا هاخدهم في المخلل، هاخدهم في المخلل عشان يبقى مخلل سريع. خلاص ريحه طبعا جميله. وناخد مدام منال، اهلا وسهلا. صباح الفل. يا صباح الفل يا حبيبه قلبي. ايه المحشي اليوم النهارده جميل كده ليه؟ الله يخليك يا حبيبه قلبي. هنعمل بقى مع بط كمان بقى ولا هنعمل معاه ايه؟ والله احنا عاملين فراخ مشويه النهارده، البط بقى نعمله مع الكشك الصعيدي عشان استاذ احمد جبناه له اخيرا الحمد لله. لا خلاص تحياتي للاستاذ احمد والاستاذه ندى. الله يخليك يا مدام منال، تسلمي وتعيشي يا رب. انا بعمل المحشي زي كده بالظبط، نفس الطريق اللي انت سلقتيه دوت. ايوه. بعد ما بقورها كده برده، بس انا بقلب على وشها. اه طب انت شايفه بطلع ورقه ورقه كده زي ما شاء الله في خمس دقايق. ما شاء الله تسلم ايديكي وعينيكي يا مدام منال. لا لا وانت برضه يعني بصي يعني من نادر لما نلاقي حد بيعمل الحاجات دي كيف عظيم. والله طرق زمان دي انا بعتز بيها وبعتز بامهاتنا وجداتنا. انا بقول لك انت بتسهلي لنا الحاجات الصعبه. الله يخليك يا حبيبتي. انت كنت فين من زمان عشان العيال الصغيرين دي تتعلم. يا حبيبتي ان شاء الله هيتعلموا هيبقوا زي الفل، كلهم هيبقوا شاطرين. عظيمه دلوقتي بيجيبوا الكرنبايه بيقطعوها مربعات ويحطوها في الميه وما تطلعش منها حاجه. طبعا بس ده ما هو بصي هو طبعا في ناس بتقدم محتوى عايزه تعمل محتوى جديد للفت الانظار مش للمضمون. خلينا احنا نتكلم عن المضمون، خلينا نتكلم عن المضمون. احنا يعني يسعدنا ان احنا نكون بنقدم مضمون محترم وبيفيد بجد والله يا مدام منال.
لا لا بس حبيبتي ايدك بجد الله والله يخليك. يعني انا كل يوم والله يعني يعني مش عارفه اقول لك ايه على شطارتك يا حبيبتي. ربنا يسعدك والله ليكي والله والقناه الاهلي والف مبروك على فوز النادي الاهلي يا حبيبتي. الله يبارك في عمرك يا فندم. تسلمي وتعيشي يا رب، ما تحرمش من حضرتك ابدا. عايزه اسالك سؤال صغير كده. أموري بالنسبه للبسريه، هو انا كل كيلو بسريه بحط له قد ايه ملح خشن؟ ملح خشن بصي هو على حسب، في ناس يعني ممكن تاخد مثلا ايه الكيلو مش هيبقى كتير، انا اعتقد ممكن نص كوبايه او لكوبايه خشن يا شيخ. خشن يعني خشن هيبقى كوبايه. طب خلاص وممكن تزودي بس لازم شويه شطه. ما انا بحط شطه وبحط بابريكا كمان. ممكن تحطي كوبايه خشن كبيره، كوبايه شاي. بس خلاص. وعلى فكره عايزه اقول لك على حاجه، هو اول ما بيبدا يدوب اصابه يدوب ببطء، فهو هيديك الطعم. واولا في ميزه مش هيهريه وهياخد اللي هو عايزه، وهتبقي انت حاطه كميه كافيه، اصل الكيلو مش كتير يا مدام منال. ايوه خلاص ماشي ماشي حبيبه قلبي. تسلميلي تسلميلي، نورتيني وشرفتيني. بصوا الورقه اهو، تعالوا بقى نعمل الايه الحشو. طبعا على حسب كل واحد بيحب، يعني مثلا اهي الورقه. بصوا طبعا العناقيد دي او العيدان دي انا مش هرميها، انا هاخدها عشان اعمل بيها الايه المخلي. خلاص بصوا تعالوا ننزل مقادير بسكوت النشادر من غير بيض اهو. بصوا ازاي وما تبقاش مهريه، هنقسمها كده، ناخد بقى كده بنعملهم احنا بقى مع بعض كده او بالسكينه زي ما حضراتكم تحبوا. ونبدأ بقى ايه، بنجهز الورقات دي مع بعض كده، ما بتاخدش وقت خالص، ونبدا نعمل الحشو دلوقتي مع بعض. تعالوا بقى ناخد المقادير. عندي كيلو دقيق عليه ربع كيلو سكر بودره يا مدام حنان، ولو عايزاه بعصير برتقال ماشي، مفيش هتحطي مكانها عصير كوبايه لبن، اذا هو نشادر هيبقى لبن. وعندي كوبايه من السمنه البلدي، وعندي نص كوبايه زيت، وعندنا معلقتين، لا هي هتبقى ممسوحين يعني المعالق مش كبيره هرميه، هتبقى ممسوحه نشادر. ولو حبيتي تحطي بشر برتقال ده اختياري، معلقه صغيره قوي من بتاعه الشاي بيكنج باودر. دي مقاديره ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. بصوا احنا عملنا اهم كام ورقه، اخد واحده كمان عشان نكمل بيها الحشو بتاعنا اهو. بصوا بتنيها كده عشان اخد الايه التربيعه دي اللي هي تبقى مربع كده. ده ممكن يجي على ثلاثه مثلا اهو، وده كمان اهو. عايزه اقول لكم هو مليان جدا بالبروتين، بيمد الجسم البروتين، وفي نسبه حديد، وفي فيتامين كي وفيتامين سي بكميه كويسه جدا. تعالوا بقى بيحسن جدا من الجهاز الهضمي. بصوا بقى هنعمل الخلطه. في ناس تحب تعمل الخلطه على النار شويه، انا يمكن هسبك بس لانه بحبه يبقى ليه لون كده. خليني كده اخد شويه هنا احطهم هوريكم بس التشويحه. انا عملته قبل كده على فكره، لو بحثتوا هتلاقيني عملت لكم الكرنب الصحي بالطريقه الصحيه، وعملنا الكرنب بكذا طريقه، وعملناه نباتي للناس الفيجيتيريان، عملناه كمان من غير رز، عملناه بخضره، بس في اصناف كتير عملتها للكرنب. فانا هعمله دلوقتي بطريقه يعني ايه شويه تدي طعم حلو. اضربوا مع الطماطم في الخلاط ممكن اتنين كده توميه، اهم حاجه بس بعد ما تصفوا الطماطم علشان تبقى تدي طعم حلو زي ما عملنا قبل كده لو تفتكروا في القلقاس اللي بالخضره. هاخد كده شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقه سمنه، وما تنسوش معلقه السمنه البلدي في الاخر، دي اهم حاجه اما نيجي نسقي الكرنب بتاعنا. هاخد كده معلقه اهو، والبصل بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل كده عملناه ني في ني للناس اللي مش بتقدر على الدهون، وبزيت الزيتون فقط. كل ده متاح، كل ده ممكن، وهتاكلوه وهتستمتعوا بيه، طعمه كان روعه والله. عندي هنا بسم الله، احنا هنا فين التوم يا حبايبي؟ عايزه فصين توم، مش فرمنهم، ممكن افرمهم انا. ماشي خليني افرم دول كده كده، دول فصين توم. هقلب هنا الاول البصلايه، احط معاها رشه ملح رشه فلفل، ونقلب
كده. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل عليكي حبيبه قلبي. اللي فعلا انا هعمله يعني هجيبها واعملها. يا روح قلبي يا روح قلبي، تسلم ايديكي مقدما. تسلم ايدك يا حبيبتي. انا عارفه ان في صيام. نعم يا حبيبتي، في صيام ليكم صح؟ 3 ايام. ايوه كل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. طيبه. فالنهارده هنعمل مسقعه، بكره هنعمل محشي. الله، بعده بقى نشوف نعمل ايه. يا حبيبتي على خير ان شاء الله، دايما عامر. الله يخليك يا حبيبتي، ميرسي وتسلم معلوماتك الجميله. يا روح قلبي يا روح قلبي تسلمي. وعايزه بس ممكن اعيد على ام اسلام، كان عيد ميلادها امبارح. يا روحي طبعا طبعا. انا وهي طيبه ونيفين يوم الاربعاء. على خير يا رب، عقبال مليون سنه يا نيفين، كل سنه وانتي طيبه وسعيده يا رب. طيبه يا حبيبتي وكلهم طيبين. امين. وانتي طيبه، وعايزه بس ابارك للاهلي وان شاء الله نفرح يوم الاربعاء باذن الله. يا حبيبه قلبي باذن الله ان شاء الله. يا حبيبتي وتسلم ايديكي، عايزين الفسيخ بقى من عينينا بس كده. حاضر. تأمري يا مدام سميره، شرفتينا ونورتينا، واسمحوا لي ابعت تحيه لمدام سوريا في استراليا عشان هي كتير بتحاول تتواصل معايا وتكلمني بس مش بتعرف، فده من سوء حظي، لكن ببعت لك كل التحيه والحب من هنا لحد استراليا يا مدام سوريا. تشويحة حلوة. تعالوا بقى، عايزة اخد معايا هنا التوابل الاول. بسم الله، شوية بهارات محشي او البهارات السبع بهارات، رشة كمون، وهنحط رشة شطة هشطها لكم ما تخافوش كده. بصلة لما بتتبل تتبيلة حلوة في الاول بتدي معلقة صغيرة كزبرة جافة، وهاخد معلقه شطه صغننه، وهحط عصير الطماطم الاول. ما بحطش الخضره في الاول خالص، بسم الله متصفيه، الناس اللي بتتعب من القشور بتاعه الطماطم. نصفي الطماطم يا جماعه، ماشي الكلام كده. وهحط معاها الصلصه، بسم الله، شويه حلوين. انا مسايبه شويه للصلصه دي علشان هحط مع الميه او الشوربه او المرق معلقه كده من الهريسه. نعمل كده. حاضر، بس ادوني ايه دقيقه، هحط مكعب من المرق، مرق خضار عادي مفيش اي مشكله خالص. بصوا اللون جميل جدا جدا، ولسه هدعم بعد ما احط الرز والخضره، هدعم تاني بمكونات. يعني انا عندي قسمت التوابل على مرحلتين، مرحله مع البصل ومرحلة تانية هحطه مع الخضرة والرز فتتطعم، وآخر معلقة كده سمنة مذابة أو زيت، وهنشوف هنعمل فيه إيه. أنا هسيبه بقى هنا كده جنب حضراتكم، إيه زي ما بيقولوا يسبك حبة صغيرين كده، نغطي عليه. وهجهز أنا للقاعدة بتاعة الحلة. هفترض مثلا إن أنا عندي إيه حلة صغنونة كده، بسم الله، هي الحلال هنا ولا هنا؟ هنا تقريبا. اوكي ممكن اخد دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحله دي هحط كده شرايح من البصل والطماطم، وهحط ورقه من الورق الاخضر بتاع الكروم كقاعده، وفي ناس وهحط واحده بقى على الوش برضو اهو. بصوا كده اهي هنا، شايفين ازاي؟ خلاص. وهاخد ورقه من الاخضر القمر ده، بسم الله، وهحطها تحت. دي اللي بتبقى على الوش لما بنيجي، ايوه كده، وهبدا احشي فوقها، هي اللي هتبقى بيتحط عليها. طبعا في القاعده اسمحوا لي بس احط نقطه واحده، نقطه زيت بس كده. هسيبه بقى وهبدا احشي عليها، بس اسمحوا لي الاول استسمح حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل الوصفه ونكمل بقيه الحشو ونحطه على النار في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا احنا صلصلناها شويه، مش عايزينها تبقى كتيره قوي، مش عايزاه يحمل انه لسه هي يستوي على النار، بسم الله. طبعا الصوص ده ما تحطوش في خلطه،
يعني ليه؟ عشان لما الخلطه بتتشال في الفريزر بتتكسر ما بيبقاش طعمها حلو. هحط فيها الرز، واعرفوا ان الرز مش بالضروره يكون الصلصه، هنحط خضره وهتداري دلوقتي وهتتشرب الصلصه دي. كزبره بحب اكتر شويه، الكزبره بتاعته، شويه شبت، شويه من البقدونس. خلينا نقلب الاول. بسم الله. عايزه اقول لكم الكزبره دي رائعه. الناس اللي عندها قلق بقى، في ناس بتغليها وبتشربها زي النعناع. عايزه اقول لكم مهمه جدا للذاكره، يعني بتعزز الذاكره جدا. بصوا هنحط بقى نقطه كده شطشوطه، نقطه كمون، وبحب اسيبه كده شويه. بعد ما بسيبه في كده بتحسوا ان الرز خد السخونه ونفش عشان ما يبقاش ناشف قوي جوه، فاهمين قصدي؟ تحسوا ان الرز كده ايه، يعني في جوسي كده، ما هوش. دي معلقه كزبره جافه ورشه البهارات. انا حطيت في الصوص مرق، فخليني كده ايه رشه فلفل صغنونه ورشه ملح، وهنقلب بقى تقليبه حلوه. معانا مدام بوسينه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مدام. ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. بخير والله الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. عاملين محشي كرنب النهارده يا مدام بوسينه. كل عام وانت بخير. وانت بالف صحه وسلامه يا رب. انا عايزه اعرف انت بتعمليه ازاي يعني كده؟ بعمله ازاي؟ ما انا شغاله فيه، انت مش شايفانه؟ شايفاك اهو. طيب عايزه انزل لك المقادير تاني واقول لك انا سلقت الكرومبا ازاي. من عيني، من عيني مدام بوسينه. حاضر، هنزل لحضرتك المقادير حالا. تسلمي لي يا رب. بصوا بقى شايفين الصوص جميل ازاي؟ روعه. تعالوا بقى نزل المقادير تاني لمدام بوسينه بعد اذنك يا نودي. هاخد بقى انا طبعا لو عندي ورقات خضر زي ما حضراتكم شايفين، حط كده شوية كده هنا بالطول، وهبدأ هعمل كده. دول بيبقوا تحت دايما، يعني دول دايما بيبقوا في الحلة من تحت. الأخضر دايما ببدأ بيه تحت. أنا عايزة أطفي العين دي عشان مضايقاني قوي. أيوة خلاص. أنا بغلي هنا شوربة، عندي مرق بقى فراخ، مرق بط، مرق لحمة، اللي موجودة عند حضراتكم. بصوا بعمل كده، لو انتم مش عايزين تاخدوها للآخر ممكن تتفصل دي اهي. وهنحط هنا الرصة اللي تحت، اهم حاجة عشان لما تيجوا تقلبوه ما تبقاش رصة. انا هكمل بقى في الحلة اللي فيها ابيض فوق عشان انا دخلت على الابيض دلوقتي اهو كده. تقفلوها جنب بعض ويبقى مظبوط جدا في الرص بتاعه علشان ايه يطلع معانا بشكل كويس. في ناس بتحب تقلبه بالحلة كده على طول على الطبق التقديم ويتاكل سخن مولع. معانا حبيبة قلبي أم إسلام. يا صباح الفل. صباح الخير يا حبيبة قلبي. حبيبة قلبي كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. وانتي طيبة يا حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك أبدا حبيبتي. ولا منك والله، ولا منك يا روح قلبي. ربنا يخليك يا حبيبتي وما يحرمني منك أبدا. أمين. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. أمين. ربنا يخليك يا رب. إحنا وانتي يا رب، إحنا وانتي يا روح قلبي. انا مستنيه الحله دي النهارده. حاضر عيني، بس كده انا. انت النهارده كسلانه ومش هتعملي اكل، وانا هبعت لك اكل. حاضر. لا بجد والله. حاضر. فعلا مش عامله حاجه. يا حياه قلبي، يا حياه قلبي، ابعت لك فورا حالا. هنشحنها حالا. ربنا يسعدك يا رب. حبيبه انا قلبي. وصف على اللي هياكلها يا رب. الله يهنيك يا نور. هو فعلا احلى حاجه في الجو اللي احنا فيه ده. الجو المتغير ده اللي شويه برد وشويه حر. ان شاء الله. فعلا تسلم ايديكي والله. تسلمي يا روح قلبي. بجد تسلمي والله. ورفتها جميله. ربنا يسعدك يا رب يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي تسلمي لي. كل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه في صحه وسعاده يا رب وراحه بال يا ام اسلام. يا حبيبتي وعايزه من خلال برنامجك اقول لمدام سميره كل سنه وانت طيبه حبيبتي. عيد ميلادها النهارده والله العظيم. كل سنه وانت طيبه يا مدام سميره. كده ضحكتي علينا.
ربنا يديها العمر يا رب. امين. برضه بنتها يوم 8 يا ربنا يخليها يا رب. امين. كل سنه وهي طيبه. وهي طيبه وبصحه وعافيه يا رب، هي وبنوتتها وعيلتها كلها. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ما نحرمش منك ابدا. ولا منكم ابدا يا حبيبه قلبي، ولا منكم. في حفظ الله يا مو اسلام. في حفظ الله، نورتينا وشرفتينا. بصوا دول ورقتين رفيعين حطيتهم جنب بعض كده، مفيش مانع ان احنا نوصلهم. يعني هنعمل فيهم ايه؟ هنرميهم اهم، وهنعمل بيهم صباع محشي عادي جدا اهم. عايزين ننزل المقادير يا ندى علشان اصدقائنا. هنقول احنا سلقنا الكرومبا، سخنا حله فيها ميه، حطينا كمون حب. وليه كمون حب؟ قلنا عشان الكمون الباودر ما يمررش معانا، تمام. وبعدين حطينا الكرومبا، شلنا الجزء اللي فوق ده من الكرومبا ككرومبا كامله، انا ما قطعتش ورقها. احنا طبعا في ناس بتحب تقطع الورق، يعني ايه تعمله واحده واحده. ندى النهارده كانت مستغربه ازاي احنا هنعمل الكرومبا وهي تبقى ورق كده، يعني ازاي مش هنعملها ورقه ورقه. فهي طريقه سهله شويه، لان انا عارفه ان ده بياخد وقت من حضراتكم. في ستات كتير وان شاء الله هتظبط معاكم، ما تخافوش والله. الطريقه دي لو جربتوها لاول مره هتظبط مع حضراتكم جدا جدا. بناخد الطويل ده كده في الحروف، ساعات بتبقى كده، ما بحبش اقصرها اهو. بصوا شويه، تحسوا كده الخلطه جوه جميله. طبعا انا بحب الكزبره قوي في المحشي، والكزبره كمان الخضره بتبقى رائعه، يعني طعمها بيبقى جميل. معانا حليمه من البحر الاحمر، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. منوره الشاشه والله. الله يبارك فيكي، تحيه ليكي ولكل ساحل البحر الاحمر كله. ربنا يخليك يا رب. حبيبتي انا عمره اكلمك يا روحي، ده شرف ليا والله. مكالماتكم دي تسعدني فوق راسي من فوق. ربنا يخليكي. لو سمحت عايزه تجيبي تورته بس تكون سهله، يعني كيكه اسفنجيه تكون سهله. طريقه معلش ايه تاني؟ كيكه اسفنجيه. كيكه اسفنجيه عيني، هنزل لك مقادير جميله جدا وسهله، بس عايزه تتضرب كويس. يعني خمس بيضات هقول لك حالا مقاديرها من عيني. من عيني يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. خليني كده اخد اقطع نزي. حاضر ندى قالت لي حاضر على طول. بصوا بقى، طبعا احنا بنبقى مقطعين الكميه كلها، بس انا عايزه اعمل الرصه بقى كلها اللي فوق دي تبقى ايه جاهزه كده. هقول لكم بقى انا مجهزه المرق هنعمل فيه ايه دلوقتي. يلا يا نودي طلعي لنا الايه. ايوه ماشي حبيبي كده. وهنعمل فرخيه كده سريعه برضو جميله، ان شاء الله تبقى سهله معانا. ليه بقول لحضراتكم احتفظوا بالصوص لوحده؟ عشان لما تيجوا تبقوا عايزين تعملوا محشي ما تبقوش حطيتوا خلطه المحشي في الفريزر فتتكسر، الرز بيتكسر ويضايقكم لما تيجوا تحشوه. فالافضل نحتفظ بالصوص بتاعه، وده مجرد ما نطلعها هتسخن على النار. احنا مش محتاجين غير ان احنا نضيف بس شويه الرز الفريش بتوعنا اللي احنا لسه يعني مظبطينه مع شويه الخضره اللي مقطعينها، وزي الفل هيبقى عندي خلطه محشي ممتازه. بما ان الجزء الاول من الصلصه او الصوص بتاعها اتعمل وتمام اهو كده. وانا باخد العروق دي عشان الايه، انا قلت لحضراتكم هنعمل بيها شويه مخلل كده لطيف. احنا على فكره طلعنا من المخلل بتاعنا اللي كنا عاملينه قبل كده، المشكل اللي فيه القرنبيط والحاجات اللي حضراتكم شفتوها دي، عملنا منه طبق كده عشان تشوفوه معانا. وطبعا بيبقى جميل وسريع، ما اخدش وقت كتير، بيفضل مقرمش. احنا عملناه سريع علشان اصدقائنا اللي بيحبوا المخللات المشكله، كان فيه القرنبيط وكان فيه الجزر وكان فيه اللفت، كان فيه مجموعه حاجات حلوه كده. فاتمنى يا رب انه كان يعني ايه ينول اعجابكم بجانب المخللات الايه اللي احنا عملناها قبل كده كده اهو. وهبدا بقى المحشي بقى، هنسقي المحشي بقى. مهم قوي موضوع سقي المحشي ده. ليه بقى؟ لان في ناس تقول لك ايه، انا بسقي زياده بيعجن مني، مش عارفه بيحصل فيه ايه. طيب احنا عموما نتفق اتفاق ان المحشي الورق العنب او المحشي الكرنب احنا ما بنسقيش اكتر من مستوى المحشي،
يعني ما بنطلعش فوق مستوى المحشي خالص في المرق اللي احنا بنسقي بيه خالص، وده علشان يبقى مستوي ومظبوط معانا وما يعجنش مننا الايه المحشي بتاعنا. وناخد ام هشام. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي، واحنا متشكرين على الحاجات اللي بتعمليها دي. الله يسعد قلبك يا فندم. والله المحشي جميل جميل، اللهم صل على النبي علي افضل الصلاه والسلام. يا رب يخليك ويبارك في ايديك وفي عينيك. امين يا حبيبتي. اولادك في كله يا حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك يا فندم. عايزه من خلالك ابارك للنادي الاهلي. اتفضلي على عرسنا من فوق يا فندم. الف الف مبروك وعقبال الله. يا ان شاء الله اللي هيلعبوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ربي يكرمك يا كابتن يا خطيب. امين ويشير. امين ويخليكي لينا يا رب. امين يا رب، يبارك في عمرك يا فندم. كبيره جدا يا مدام عظيم. يا فندم شرفتينا ونورتينا، جزاكي الله كل خير واسعد الله كل ايامك وايام اسرتك يا فندم. شكرا لحضرتك يا ام هشام. طيب بصوا بقى، انا خلاص بقفل اهو الرصه اللي فوق. بصوا بقى اللون بيبقى جميل ازاي. حاضر، الكرنب الملفوف، بصوا الجمال. بصوا بقى الكرنب العادي اللي احنا بنحشي بيه ده، في فرق طبعا بينه وبين الكرنب بتاع السلطه، لكن الملفوف اللي هما بيقولوا عليه الملفوف يعني، ده بيستخدم في السلطات اكتر حاجه، زي الايه زي الخاص الكابوتشي، وفي منه احمر وفي منه ابيض، هتلاقوا منه حاجات الوانات كتير، بيبقى في شبه منه لكن التاني هتلاقوه مدور وهتلاقوا عروقه اقوى. في ناس بتحب ساعات تحشي بس ما بيبقاش احلى حاجه في الحشو زي الكرنب بتاعنا احنا البلدي ده، في السلطات بيبقى اجمل. فانا هحشي اخر واحده الحمد لله. الورق لما يبقى متقطع جمعوه فوق بعض، حطوه بالطول بالعرض، اتنوا جنب. ايوه يا دودي. عقبال ايه يا رب. ام اسلام بتقول لي عقبال اللي هيلعبوه. والله ام هشام بتقول كمان عقبال اللي هيلعبوه ان شاء الله. الماتشات اللي جاي ان شاء الله باذن الله. حبيبه قلبي ان شاء الله باذن الله. وتحياتنا لكل اصدقائنا اللي بيشوفونا. بصوا بقى انا ايه هنزل دول كده، وتعالوا بقى نحط هنسقيه بايه بقى، هوريكم مستوى الايه المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الكيكه الاسفنجيه تنزل حالا، اللي فيها خمس بيضات يا نودي. بصوا ادي الحل، انا عندي هنا شوربه مش كتير، ونقول مثلا كوبايتين شوربه مثلا. خلاص هاخد معلقه صلصه، ممكن ايه معلقه صلصه. خلاص اهي شايفين هنا ازاي، او عصير طماطم اهي معانا، كوبايتين دقيق، خمس بيضات. احنا بنفصل الصفاره عن البياض، هنضرب البياض مع ذره ملح ويكون البوله جافه عشان يوصل للمارينج الناشف الحلو. وهناخد نص كوب لبن، كوبايه سكر ابيض، ربع كوبايه زيت ذره، معلقه فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشه ملح. المارينج يبقى لوحده، بنبدا نخلطه اخر حاجه بعد ما بنعمل خليط الكيك كله، بنضيفه واحده واحده مع التقليب الخفيف ان شاء الله يبقى كده. في عند مستلزمات الحلواني بيتباع اسبونج جاهز، تقدري تجيبيه بتضيفي عليه بس نسبه البيض، الاربع بيضات اللي بتحطيهم، مع في بيبقى معاه كده جل مثبت او جل خاص بيه بيثبت الاسبونج، يخليكي يطلع لك الاسبونج عالي وجميل ومفيش فكره انه يبوظ خالص. وتقدري برضه تضيفيه مع الكيكه الاسفنجيه بتاعتنا دي، مفيش مشكله حتى لو هتعمليها في البيت. بصوا انا حطيت شويه صلصه، معلقه السمنه البلدي اللي لابد منها في الكرنب اهي، وطبعا رشه بهارات، رشه كزبره، رشه كمون، ونقلب بقى الخليط ده اهو. بسم الله السمنه كده تسيح، وتعالوا نسقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، شايفين ازاي اهو، بس خلاص اهو شفتوا المستوى بتاع الشوربه اهو، هو ده ماشي الكلام. دلوقتي بقى هناخدها على النار، انا عندي هنا نار عاليه. خلاص احنا كده عرفنا ان الصلصه بتاعه المحشي هنشيلها لوحدها في الفريزر، مش هحط معاها الرز وبقيه المكونات عشان ما يتكسرش، ويبقى لو قعد فتره طويله طب حضرتك تعملوه في اي وقت يبقى روعه. هنحط هنا على النار اول حاجه نار عاليه،
اول حاجه بتحط عليها المحشي بتبقى نار عاليه. امسح بس حوالين الايه الحله كده وتعالوا نعمل العروق. بصوا بقى هاخد الغطا، غطا الحله اهو اهو، وهنسيبها كده على النار. اول ما يغلي ههدي النار واعمل كاني بعمل رز، بسوي رز عادي ولا اي حاجه خالص لحد ما يبدا ايه يديني تحسوه كده بدا خلاص الرز يستوي، لان كده كده احنا الكرنب تمام. تعالوا بقى نعمل الايه المخلل العروق بتاعنا، هنعمله طبعا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هفضي بس الايه الحبه دول كده، انا مش عايزه دول ولا دي، وناخد ايه ننظف الجزء ده بتاع الكعب. يلا بينا، تعالوا ننزل المخلل بتاع العروق الكرنب عشان ما نبقاش رامينا العروق، نعمل بيها شويه مخلل. يلا بينا، معانا عروق كرنب ومعانا ميه حسب الاحتياج على حسب البرطمان. عندي شويه بنجر، عندي فلفل شرايح حلو، اللي عايز يحط قرون فلفل حامي ماشي، عندي دبس الفلفله، عندي ثوم، وعندي جزر مبشور، وعندي كزبره، كمون حب، وعندي هريسه، وعندي شطه حسب الرغبه، كزبره جافه، وربع كوبايه من الخل والملح. في الطبيعي بنحط لكل كوبايه ميه معلقه ملح كبيره لكوبايه الشاي الشفافه. حضراتكم بتحبوهم حادق شويه، في ناس بتحب الملح زايد سنه، ممكن توصل لمعلقتين ممسوحين، يعني بلاش تبقى عاليه قوي ما هيبقى حادق قوي. فخلينا انا بقول المعدل الطبيعي اللي الناس كلها بتعمل، اللي عايز بيدوق بندوق ونشوف الدنيا هتبقى فيها عامله ازاي. طيب تعالوا كده ناخد الاول انتوا البرطمان حاطينه فين حبايب قلبي؟ هنا؟ ماشي تمام، تسلم يا محمد. هاخد البرطمان جاف ومتعقم، واتفقنا على تعقيم البرطمان، يعني لو احنا عقمناه في ميه سخنه وغليناه لازم بالغطا بتاعه بنطلعه بحاجه بعد 20 دقيقه نحطه نسيبه في الهواء. ممكن كمان شويه خل لو احنا ونرج البرطمان كويس جدا 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 وننزلهم منه، دي برده طريقه ثانيه للتعقيم. طيب هاخد بقى الجلافزات كده ونبدا احنا نحط العروق بتاعه الكرنب الحلوه دي. حطيت بنجر عشان يدي لون حلو وعشان اخد فايدته، في ناس بتحب تاكل البنجر المخلل بجد بشكل حلو، يعني تحبه لانه مفيد بجد. طيب هنشيل بقى الحله دي، تعالى هناخد العروق اللي هي دي كده، شوف الوزات الجميله دي، بصوا قطعه كده حلوه صغنونه كده وجميله قوي، القلب بتاع الايه الكرومبا اهو. طبعا يا قمر، وانا يعني اسيبك كده برضو كده، ناخد بقى بقيه العروق اهي. هنا ممكن اعمل كالاتي، هاخد بنجرايه كده وهاخد بنجرايه هنا وواحده هنا كده، خلاص حاضر كده. كده مع الجزر شوية فلفل هناخد تاني شوية من العروق وهناخد شوية جزر اهو. نعم حاضر يا حبيبي كده كده، وهناخد تاني ممكن بقى تقطعوا اصغر من كده براحتكم خالص. ساعات في ناس بتحب تطلعه من البرطمان زي الخيار، في ناس تحب تعمله كامل وما يطلع الخيارايه تبدا تاخد منها هي تقطع الخيارايه بايديها علشان ايه تبقى شرايح، يعني تبقى هي خيارايه واحده كامله، مفيش مشكله اللي يريح حضراتكم. خلاص كده شويه الفلفل ده
هناخد بقى هناخد هنا ميه ناخد ومعانا حبيبتي ام جوزيف. يا مرحب يا مرحب. اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي يا قمر، ربنا يخليكي يا رب وتسلم ايديكي. تسلم يا حبيبه عمري، الله يديك الصحه. جميله جميله والمخالب اللي بتعملي منها وحاجات عسل، ربنا يديك الصحه يا رب. امين حبيبتي، يخليك ويديك الصحه. ما هو الجو ده عاوز الكرنب ايوه تاني، وعارفه عاوز تاني يا شيخ عظيمه. وايه قولي؟ الحلبسه. يا نهار ابيض، احنا عملناها الحمد لله. الحمد لله، بس الايام النهارده بقى الجو نار النهارده. ايوه صح حبيبه قلبي يا ام جوزيف، دايما عامر يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا عمري، ربنا يديك الصحه. بصي يا عظيمه، طب ممكن اهنئها لام اسلام ومدام؟ طبعا طبعا يا حبيبه عمري، هم طيبين وربنا يديك عمرهم يا رب. امين يا حبيبه عمري، امين، ويخليكوا لبعض ودي من المحبه. احنا عندنا ثلاث ايام دول صيام. ما انا عارفه. كل سنه وانتم طيبين. عملت العسل وعايزه احط له شعريه. حلو، هتحمري الشعريه بره في طاسه في معلقه زيت او معلقتين زيت، وتحطيها فوق العدس، بس تزوديه نص كوبايه ميه، وبعدين قلبيه على الهادي وخليها على نار هاديه، ما تسويهاش للاخر، هي هتستوي في السخونيه، اول ما تبدا تحسيها طريت اطفي على العدس، بتكمل تسويتها جوه العدس، ما تخافيش عشان ما تعجنش. عشان ما تعجنش. ادي كده معلقه. خلاص ماشي، انا عملت العسل بس وصفه ثانيه اشوف الشعريه اعملها ازاي وهعملها عليها. هي بتتحمر وتتضاف عليها حبيبه قلبي بعد ما بيخلص، وتصفيه وتعمليه اخر اخر مرحله. هي عادي طيب تقليه. اعملي له بصلايه، اعملي له بصلايه في الاخر خالص بعد الشعريه. طيب بعد الشعريه يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا عمر. تسلم يا حبيبتي، تسلمي. يعني انا بعمل الشعريه الاول بعد ما اكون ضربت العدس وصفيته، وبعدين ببدا اعمل الايه البصلايه واقفل بقى عليه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. توم، كمون حب، نزل المقادير وانا شغاله يا جماعه بعد اذنكم حبايب قلبي. ولسه هنحط الخل. خلاص، كل كوبايه ميه عليها معلقه كبيره، يعني مقام معلقتين صغيرين من الايه من الملح. اهو هنقلب وهنصب بقى. حاضر حاضر، اهو البنجر هيدي لون بقى وجمال، والطعم هيبقى يجنن، طعم رائع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بسم الله. اللي عايز يضيف ملح خشن ماشي، هطلع لكم دلوقتي المخلل اللي كنا عملناه قبل كده. حاضر، بتأمني معايا دايما يا ندى، انا قلت لك حاضر. اكيد مش هرجع في كلامي يا نودي. حبيبتي، ها، حاضر حاضر حاضر، على الاقل من مهدي بس بسرعه ازاي ما اعرفش، بس ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والله بصوا كل الفايده في المخلل ده. اللي يا جماعه عايز يقلل الثوم يقلل، بس هو بصراحه بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، نقطتين زيت بقى. همسح البرطمان. بسم الله، حاضر اهو، حاضر. لازم اسيبه يطلع كل الفقاعات اللي فيه، نضفه كويس من بره. وانا هحط الاول بقى هنا ايه كيس ثلاجه، لازم اقفل بكيس ثلاجه نظيف. خلاص سبته كده يطلع كل الفقاعات وتمام. هناخد كده كيس الثلاجه، يلا بينا اهو. بصوا كده، وبقى هستسمح حضراتكم ان احنا هنقفل عليه بقى كده كويس قوي، وايه ونستسمحكم بقى في بريك سريع، نطلع للبريك ونرجع نشوف اخبار المحشي ايه في انتظار حضراتكم. ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة، اوريكم شكل المحشي. بصوا كده اهو، تعبي بقبق. هنغطي، شايفين مفيش مية زيادة، انا بس اتفقنا مستوى المية في الورق عنب في المحشي الكرنب، في مستوى المحشي ما بنعلاش عنه. طيب هنتكلم بقى عن فرخة سريعة
الفرخه دي جميله جدا، طعمها حلو. الناس اللي بتشتكي ان الصدور ساعات بتاعت الفراخ ما بتحبهاش قوي يعني، عشان بتبقى مثلا ناشفه، بتحب الجزء الاحمر من الفرخه. جربوا دي والله تحبوا الصدور بيها، وهتبقى طريه وجميله وبتنفع في يعني في اكتر من حجم للفراخ، حتى الاحجام الكبيره انها بتسويها كويس. هنعملها النهارده فرخه كده لطيفه جدا مشويه في الفرن. نقول مقاديرنا، عندي فرخه متوسطه ممكن تبقى كيلو ونص زي اللي انتم حضراتكم شايفينها دي، بفتحها من الظهر بس بفردها كده، وعندي بصلايه، وعندي خمس فصوص ثوم، عندي طماطمايه، عندي معلقتين صلصه لو حابينها محمره، لو عايزينها مصفره هتكتروا من الكركم بتاعها وهتقللوا من الصلصه، عندي معلقتين من دبس الرمان، عندي زبادي وعلبه زبادي صغنونه اللي هي 80 جرام او معلقتين كبار زبادي يعني، عندي عصير ليمون وخل، بهارات دجاج، زعتر، ورق لورا، كركم، ملح وفلفل، واللي حابب يضيف جوز الطيب دي حاجه اختياريه. بصوا بقى، انا هاخد البصلايه دي هروح كده عند الخلاط، هضرب كل الخليط ده في الخلاط، وهنعملها فرخه سريعه. اعملوا اي يعني لاي كميه فراخ هتعمل معاكم كميه حلوه، وان شاء الله بتبقى سريعه وفي الفرن وبتدي لون حلو وطعم وتيست رائع وريحه تحفه هتجيب اخر الدنيا. تعالوا كده ناخد الايه يعني في العزومات هي حلوه قوي، خمس فصوص من الثوم اهو، المعيار ده يعمل اكتر من فرخه. هناخد كده كوبايه الزبادي او علبه الزبادي، الزبادي ده بيساعد على تطريه اللحمه بشكل رائع. هناخد كده ورقتين لورا، طيب هناخد معلقه من الكزبره الجافه، وعندي كمان هنا بهارات الفراخ، معلقه كركم. الكركم ده مفيد، لازم تدخلوه في بعض التتبيلات عشان الكركم يحفز ماده الكركمين. لازم فلفل، ماده حاره، يا فلفل يا شطه. ناخد الملح، عندي طماطمايه، انا شايفه ان دي كويسه، ممكن اقطع بس الجزء ده، دي كبيره شويه طماطمايه، دي ما شاء الله الطماطم اليومين دول ايه رائعه يعني، فاحنا ممكن ناخد كده دي كانها طماطمايه كبيره. عندي كمان هنا معلقتين دبس رمان، ممكن تستغنوا عنه على فكره من غير هيبقى روعه برضو يعني، ايه ما تربطوش ده بده. الزعتر، عندي عصير ليمون، ومعلش بحب برضو ايه ليمونه كده فريش روعه كده، وعندي شويه خل صغيرين كمان، الخل بيساعد على تطريه الانسجه وانه الانسجه دي تتخلخل كده وتبقى تمام. اخر حاجه معلقتين صلصة اللي هم بمقام أربعة صغننين بس كده. هنضرب بقى الخليط ده أهو، تمام جدا، الريحة تحفة. هحط شوية هنا، مش بعمل اي حاجة خالص، هحط الفرخة كده الاول في الجزء اللي جوه ده. طبعا دي بقى لازم تبات ليلة او قبلها على الاقل بساعتين ثلاثة اربع ساعات، كل ما تتشرب الفرخة كل ما تدي لحضراتكم نتيجة تحفة، وهتعمل صوص في الفرن. يعني ايه هتعمل صوص؟ هتلاقوها بقت جوسي وبقت عامله خليط حواليها. عايزين بقى تدخلوا كده تحت الجلد شويه هنا، بصوا شوفوا الجمال، براحتكم، هي فوق الجلد تحت الجلد اقسم بالله هتطلع طريه وروعه وطعم تحفه اهو. الجلد ده على فكره في دهون غير مشبعة، مش دي صحية للقلب، بس لما بيكون الفراخ نفسها فراخ بلدي متربية بتاكل أكل بيتي،
خلاص مش الفراخ البيضة. لو فيها احنا مثلا اصل الفراخ وارد الحجم اللي بيزيد عن كيلو يا جماعه، خلينا واضحين وصراحه، اللي بيزيد عن كيلو في مرحله ليها مرحله عمريه ومرحله تربيه معينه، بيزيد عن كيلو طبيعي بتتعرض تبقى هتاخد دواء هتاخد مضاد، ما هي بتتعالج اكيد، ما بتلحقش تتكسر في جسمها، مش زي الفراخ الحمراء دورتها 70 يوم فبتاخد اكتر يعني بتتكسر في جسمها، فاحنا لما بناخدها حتى لو هي كانت واخده اي ادويه ولا حاجه الدنيا بتبقى جميله، لا خلاص. فخلينا ايه تمام، الفرخه دي عشان اوصل لمرحله حلوه معاها لازم اكمرها، اكمرها في اول دخول ليها عشان تاخدش معايا وقت كتير في الفرن. فهاخد كده ورق الزبده هكرفشها. ليه بكرفشها؟ علشان ما تلزقش في الفرخه لما اجي ادخلها الفرن. انا مش محتاجه زيت، انا ما ضفتش دهون. ليه؟ عشان جلد الفرخه ده بالفعل هو الدهون بالنسبه لي. خلاص عايزه اقول لكم بقى الدهون الفراخ الصحيه فعلا المتربيه بيتي والجميله المضمونه فيها اوميجا 6، دي حقيقه. بصوا كده هنقفل كده، ودايما اي حاجه تعدي وقت الساعه في الفرن لازم تفصله بورق زبده، اقل من كده ممكن نحط الفويل، بس ده عشان ماده القصدير ما تتفاعلش مع الاكل وما تبقاش حلوه بيغمق. خلاص بسم الله، الفرن عندي عالي هحطه على 200. خلاص بسم الله، اي كميه فراخ ممكن تزودوا على الخلطه دي تحطوا كمان معاها فرخه تانية او فرختين على فكره، تاخد وتعمل يعني تطلعه لكم مستويين ومتشربين حلو وجمال، فما فيش مشكله خالص. طيب ده شكل الفرخه اموره قوي يعني اموره بتلعب باليه. ده المخلل اللي احنا عملناه لو تفتكروا حضراتكم الاسبوع اللي فات، حاطه رجل على رجل عملناه. بصوا جميل ومقرمش، والجزر اوريه لكم كده، بصوا الجزر مقرمش جدا، اوريك واحده وانا باكلها، بصوا كده سامعين القرمشه واصله، تحفه، لازم تجربوه. شوفوا ما عادش الاسبوع اللي فات دلوقتي يعني عدى عليه اسبوع، روعه. انا حاسه ان رانيا مش هتسيب الطبق ده. رانيا بتحب الحاجات الحرشه اللي هي ايه مقرمشه اللي على اصولها دي، عامله زي تحب اكل زمان. بصوا شوف قالتني محدش هيمد ايده، لو حد بقى جدع يدخل هنا بودي جارد يقف عشان محدش هيقدر يعمل كده. بصوا بقى القرنبيط مقرمشه، التيست الطعم حلو، البنجر ادى لون بينك وجميل بس اداني فايده كمان، لان انا عارفه ان البنجر في ناس ممكن تاكله كده وفي ناس ما تحبش تاكله كده، ما فيش مشكله، بس والله طعمه رائع بسم الله ما شاء الله. مش عشان حاجه بس انا شخصيا مع الحاجات السريعه الجميله، مكونات موجوده في البيت ناكل بيها حاجات بدل ما نشتري من بره، طعمه مختلف. بصوا بقى احنا عملنا ايه، بصوا كده المحشي بدا خلاص اهو، شايفين ازاي؟ خلاص يعني هو قدامه 5 دقايق يتشرب شويه الميه اللي باقيين دول تسويه الرز، زي ما قلت لحضراتكم كاننا بنسوي رز على النار بالظبط. انا النهارده عملنا مع حضراتكم كيفيه سلق الكرومبا بطريقه اسرع من المتعارف عليه في الورقه الواحده، ان احنا نقطع الكرومب ورق ونفضل نحط ورقه بعد ما نغسله، القصه دي شويه يمكن بتتعب بعض السيدات والامهات. فانا جبت الكرومبا فرغتها وحطيت حله كبيره متاحه نص كميه الميه لانها هتعلى، حطيت فيها رشه كمون حب وسبتها اول ما غليت عشان اطلع على طول، لان لو سبتها وحطيت وهي لسه بتغلي معاها هتبقى زياده تسويه والورق هيتهري. اول ما غليت نزلت فيها الكرومبا وبدات انشي الورقه وهي تطلع بسهوله مع حضرتك لان هي خلاص هتبقى استوت فلوحدها بتطلع. زي ما احنا عملنا خدنا الاخضر عملنا ارضيه تحت في الحله وجهزنا الحشو بتاعنا. انا كل اللي صلصلته مع حضراتكم هي الصلصه بتاعت المحشي، الكرومب بيحتاج شويه نص تسبيكه يدي طعم وتست. طبعا الناس اللي مش حابه التسبيكه ما تعملش كده، اعملوه ني في ني وهيطلع روعه، وبزيت الزيتون هيطلع روعه، ما تحطوش سمنه مفيش مشكله برده. والله سبحان الله كل شيء من يعني من الوصفات في طريقه التقديه لو بنعمله صح هيطلع طعمه جميل ومستقل بذاته. حطينا نص تسبيكه وحطينا معاها الخضره، انا كترت من الكزبره الخضراء ومن البقدونس وحطيت شبت اقل شويه، حلو الكلام. وبعدين بعد ما خدت التسبيكه ما اتسبكت مع البصل وفصين توم حلوين وضربت الطماطم كده وصفيتها، وبعدين حطيت شويه صلصه، قلبنا كل الحاجات الحلوه دي واديتها شويه شطه وكمون وكزبره جافه، اديته توابله والبهارات،
غليت حطيتها في بولة، نزلت الرز عليها من غير ما اغسله ولا اعمله. الرز والله ما بيحتاج، هيستوي وهيطلع روعه وهيطلع مفلفل، مش محتاجه تغسليه، لان اصبح انواع الرز اللي موجوده في السوق ما هياش محتاجه تنقيه ولا ان احنا نغسلها يعني. فانا حطيته وحطيت عليه كميه الخضره فريش بعد ما شلت من على النار كله، واحتفظت بشويه من الصوص بتاع خلطه المحشي علشان احطه في الفريزر. وقت ما اعوز اعمل محشي هجيبه احطه يفك، اضيف عليه نيف نيه على طول الرز والخضره، شكرا بقى عندي خلطه محشي اعملها وانا واقفه خلاص. حتى لو انتم مخزنين كرنب، عملنا الكرنب، عملنا الفرخه السريعة جدا المشوية في الفرن، أسرع حاجة وأأمن حاجة وأصح حاجة من غير أي مواد دهنية خالص، ويعني بتنفع في العزومات، تلاقوها طرية تلاقوها روعة. هتقعد لها في الفرن على حسب انتوا حاطين كام فرخة وحجمها قد ايه، يعني دي مثلا هتاخد لها نص ساعة، أنا بعد بالظبط تلت ساعة بروح شايلة عليها الايه الكفر واسيبها بقى تبدأ تاخد وتدي مع بعض لحد ما تاخد اللون الحلو. والمخلل اللي عملناه النهارده، وادي الكروم، بصوا كده اهو، نختم بقى بيه بالقمر اللي بيستوي معانا ده. هم عايزين ياكلوه سخن، واحنا عندنا طبعا هنستقبل بعد البريك ان شاء الله الفقره الطبيه. هنستسمح حضراتكم بقى في استراحه، نستقبل فقره طبيه بعد الاستراحه، التقي بحضراتكم.